حكومة مايك بسهونة كمولي حكومة مايك بسهونة كمولي حكومة وقف مكانك ولا حاجة سيدي كبسة يما 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 خفت قلبي راح جيبوا لي مي وشكر اوقف اوقف بس دا ارجف شوية بس لحظة ارجف من الصفحة الثانية الله يخليك وارجف لك بالنص من انتو منين جايين لك هاي تاريتها دازيلي ضباط اعواني كبسوني لك شنو خربت الشغلة راح ابطل وقت الفساد انتهى سيدي اليوم نهايتك صاير الضابط مو شواربك مربيان هيك شو ما ادري شنو وتاخذ كله بشداد العداله اليوم تاخذ حقي ما لي علاقه لك بابا اني مو ذنبي انت تعاملت ويا هوات قبلي لك اني ميسي بالخمط رونالدو بالقط شو تريد نطلب منك ورقه ونص ميسي بالخمط فتشو المكان فتشو وقف وقف هو من يطلع اوامر غير اني اسف اسف يلا فتش المكان وقف وقف بابا انت مضبط امورك جايب قرار قاضي مصور الفلوس مسوي محضر ضبط بتسلسلهن انت ضابط صغير والحيمي وانا خاف عليك سيدي كافي مضبط اموري مالكم علاقه فتشو اصبع اصبع اخوتي فتشو زين فتشو فتشو لك لا غاب لا غاب لك كافي كافي فتش هاي جرارة جوا ابويا فتشتها زين البوفية البوفية فتشتوها اي عافية وليدي حبيبي لا تخلوا مكان اذا ما تفتشوا بالكوميدي بالكوميدي لكم شنو ما لقيتوا شيء لا سيدك شو ماهو شنو ما لقيتوا شيء سيد انا مطيل فلوس بيدي هذا اكبر لوت يجوز ضامن بالجواريب شوف وين سيدي فدوى العيله بس بس بالجواريب لك شنو قدامك كلية بلا عميد تليفون بلا رصيد حتى اسمها تغريد طبعا ما تلقون شيء سيدي احنا اسفين ونعتذر منك لا لا انتوا اذيتوني ظلمتوني لك انا اقط انا اخمط لا وبقضيه حسن بعين قبل شويه جبته هنا طبطبته واعترف على اخوه على وسام بعين دخيلك سيدي دخيلك لك اليوم اذبك بالتوقيف ويا اخوك دخيلك سيدي دخيلك خل اخلص من ذول الاسبوعيه وارجع لك لك بابا انت من قشمركم من ضحك عليكم وقال لكم تجون تكبسوني لك انا عندي مؤلفات بالقط عندي القط باستقامه في المكافحه والاقامه سيدي هذا لك قاري والله والقط بجداره اثناء الواجب والخفاره الله لك بابا لو اكو وزاره للقط العالي والخمط العلمي كان حطوني وزير سيدي احنا ضباط جدت وردنا نلقي القبض على رمز من رموز الفساد اشكركم انا اشكركم وان شاء الله اكون عند حسن ظنكم وعلى مود هاي الحكايتين الحلوات اللي حكيتن انا مسامحكم يلا روحوا سيدي وين اروح هذني الفلوس عهده وتعرف اذا ما رجعها يكسرونه يا فلوس مو دورتوا وفتشتوا ما لقيتوها شنو يعني دخيلك سيدي صارت دخيلك سيدي شوف باوع كامل مفيد بنوادم ابن عائله قلبه ما ينطي يكسر احد راح ترجع لكم الفلوس بس هذا درس خاطر بعد ما سووها وهي كلها راح يشيلها هذا الكمش وسام بعيه ليش سيدي لان هذا يريد يكبسني ابدلا وعلى المالات يحسدني ابدلا انا وش اني كل ربعي ابدلا ولا مره خين الضلعي ابدلا جاي راسم الخطه ابدلا وما يدري سهل قطه ابدلا بس على شنو محتفل ومكيف لك اذا حطه ويا الفلافل دبس واذا طلعت بالليل الشمس واذا البليارد فات للحبس كامل مفيد ما ينكبس الله